السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام، اليوم باش نواصلوا الفيديوهات اللي نتكلموا فيهم على ما يسمى الأمور الغير طبيعية. ولكن قبل ما نبدأ هذه الفيديو حبيت نجاوب على زوز أسئلة طرحوهم عليا عدة مرات. السؤال الأول هو هل العين ما يسمى بالعين موجودة ولا لا؟ فما يسر يؤمنوا بمسألة العين ويقولوا إنها طاقة سلبية تأثر في الطرف المقابل، وهذه الأفكار ليس لها أي أساس من الصحة العلمية. لكن الشخص اللي يؤمن بهذه الأفكار يتصور إنه تضرب بعين، يعني في الحقيقة هو ضرب روحه بعين، مش الشخص المقابل هو اللي أثر فيه. توا أنت كي تؤمن بالعين تولي ديما عندك نوع من الخوف من الآخر، وتقول هذا راهو أرسل لي طاقة سلبية، فهمت؟ وتتأثر بهذه الطاقة، ووقتها تقع لك مصيبة تقول بسبب الطرف الآخر، وهذا ما عنده حتى إثبات لا علمي ولا فعلي. ولكن كي ما تؤمنش بهذه الخرافات تعيش حياتك عادية، ما تربطش المصايب متاعك، فهمت، بالآخرين. كان وقعت لك حاجة لازمك تحاول تفهم علاش هذيك الحاجة وقعت لك، مش تقول فلان ضربني بعين وفلان أرسل لي طاقة سلبية. ما فماش هذه فكرة الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، ليس لها أي أساس من الصحة. لو هناك طاقة، هناك طاقة عقلية، يعني إنسان وقت يتكلم معك يمكن يأثر عليك وتبدل أفكارك، هذه هي الطاقة الفعلية. أما هذه الطاقة سلبية وطاقة إيجابية، هذه كلها معناتها من بقايا الأديان والأفكار القديمة اللي ما عندها حتى أساس من الصحة. هذه مسألة. السؤال الثاني اللي سألوه لي هي مسألة ما يسمى الجن والأرواح والمنازل المسكونة. هذه المسألة في الحقيقة نفس مسألة العين، يعني عندما نؤمن بهذه الأمور، فهمت، نتخيل هذه الأمور ونتخيل أن الدار مسكونة. صحيح في بعض الحالات فما حالات غريبة توقع في بعض البيوت، ولكن فما كثير، أنا اطلعت معناتها على كثير من الحالات وتم اكتشاف سر هذه الأشياء. مثلا دار، مثلا كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة، فهمت، يعني تتحرك، اكتشفوا لي فما عين تحت الدار هي اللي تحرك هذه الدار، وإلا ساعات ما نعرفش حاجات توقع، فما غازات موجودة، فهمت، في الطبيعة فما غازات اللي احنا ما نشوفوهاش بالعين، ولكن يمكن معنت هذه الغازات انك تحس انها مستك، فهمت. ساعات انت تبدأ راقد ولا تبدأ ماشي، ساعات في غابة، في بعض الحين في الغابات انك تحس حاجة مستك من ظهر. اذا هذه مسألة الجنون والأرواح وكل هذه الأمور ما عندها حتى أساس معناتها من الصحة العلمية والفعلية. وساعات الإنسان يعني قوة العقل وقوة الفكر، وهذا هو الموضوع، فهمت، اللي باش نخليوه للفيديو القادم، حول العقل الإنساني والإحساس الإنساني اللي هو نفسه مادي ونابع من المادة. وهذا نجم نقوله الطريق العلمي الصحيح اللي مرتبط بعلم النفس. به اليوم باش نحاولوا نتكلموا، نتصور مع تجاوبت على زوز أسئلة، نحيوا عليكم هذه الخرافات الكل وعيشوا الواقع، عيشوا الواقع الفعلي الحقيقي، مش نشوف كلب أسود نقول هذا يا معناتها نحس، نشوف غراب، هذه كلها معناتها معتقدات قديمة جدا. البشرية من أول الدنيا كانت تخاف وتخلق لنفسها هذه المعتقدات. كان الإنسان وقت يموت يواصلوا يشوفوه في الحلم فيتصوروا ان هذا الانسان مازال حي في بلاصة اخرى، والا مثلا يتخيلوا، ولا حتى ساعات يسمع صوته. هذا الكل انطلاق من الاحساس العقلي اللي موجود في المادة الحية. المهم كما قلت لكم هذا الموضوع نحاول نتكلم عليه في الفيديو القادم، ما يسمى بعلم النفس وقوة العقل. قوة العقل، العقل راه متنجموش تتصوروه قداش ينجم يعمل حاجات ويتصور حاجات ويتخيل حاجات، متنجموش معناتها تتصوروا القدرة بتاعه. والإنسان يعني طور العقل، كل حيوان طور حاجة، فما اللي طور
حاسة العين فما اللي يطور حاسة الشم فما اللي يطور حاسة السمع فما اللي يطور حاسة البدن، بينما الإنسان هو الكائن الوحيد فهمت اللي يطور معناتها بطريقة غريبة جدا ما يسمى الإحساس والوعي والفكر اللي موجود في العقل. اليوم باش نتكلموا على علم الأبراج. ياسر معناتها من الملحدين أو اللادينيين يصدقوا بعلم الأبراج، وكما المثل يقول لو تعرف السبب يبطل العجب. في الحقيقة علم الأبراج هو علم قديم من عهد البابليين وقبل البابليين. هو علم يقوم على شيء مهم جدا، هو ما يسمى بتأثير المادة على المادة. وعلم الأبراج في الأول فهمت يعني ارتبط بما يسمى بالفلاحة. نشوفوا مثلا انهم جاوا للقمر وحطوها منازل، فهمت يعني القمر عندما يبدا طالع ولا وقت يبدا هابط، لاحظوا ان القمر ياثر على البحر، ولاحظوا ان الزمن ياثر فهمت على النبات. يعني ما نجموش نجي ونزرعوا مثلا نوع من النبات في الفصل الفلاني، كل فصل عنده الوقت نتاعو. نجموا نلخصوا ان علم الابراج في الاول كان من أجل فهم النظام الزمني اللي احنا موجودين فيه اللي مرتبط بما يسمى المادة. وعندما نقول تأثير المادة على المادة أقصد ان احنا ماديين، فهمت يعني متكونين من كل مكونات المادة الموجودة، من ماء ومن حديد ومن زنك ومن كل هذه الأشياء اللي موجودة في المادة هي موجودة فينا احنا معناتها. واصبحنا عن طريق هذا التطور معناتها احياء، وهذه معناتها مرحلة من المراحل، ثم وصلنا الى مرحلة الوعي. يعني الانسان وصل الى مرحلة الوعي. اذا الانسان من الاول كانت عنده دقة الملاحظة، كان يلاحظ ان وقتها القمر تطلع البحر يخرج، القمر تنزل البحر يدخل ما يسمى بالمد والجزر، ولاحظ ان مثلا وقتها تقرب نوع من الكواكب للارض كما المريخ، توقع نوعا ما حروب فهمت، وبدا ما يسمى بوضع نجم نقول احنا عمليه حسابيه لفهم هذه الامور. ونظر الى السماء فوجد مثلا النجوم ووجد الكواكب وشاف الشمس وشاف القمر وربط هذا الكل في نغمة معينة وحاول باش يفهم. هنا لازم نعرفوا ان علم الابراج هناك نوعين، فما علم الابراج اللي يتعلق بما يسمى قراءة المستقبل، وفما علم الابراج اللي يتعلق بعلم النفس وطبيعة الانسان. فهمت يعني شنو؟ نجيو ندرسوا خريطة الابراج بتاع شخص معين، نجي ونشوفوا معناتها كيفاش معناتها هذا الشخص تولد وشنية الكواكب اللي كانت قريبة للمكان الذي ولد فيه. لهذا معناتها نجي ونعمل الأبراج، نطلب تاريخ الميلاد، هذا مسألة مهمة، ثم نطلب مكان الولادة. خطر لاحظوا ان الانسان اللي يتولد في الجبل مش كيما الانسان اللي يتولد على شط البحر، والانسان اللي تولد في غابة مش كيما الانسان اللي تولد في صحراء. الطبيعة متاعه النفسية تختلف، كيما الانسان اللي تولد في الليل مش كيما الانسان اللي تولد في النهار، كيما الانسان اللي تولد في مدينة كبيرة مش كيما الانسان اللي تولد في مدينة صغيرة فيها عدد سكان قليل. هذاك علاش هذه المعطيات اللي مرتبطة يعني بعلم الابراج، يعني يقول لك اعطيني وقتاش تولد والساعة، والساعة مهمة على خاطر هذيك باش تعرف فيها النهار. يعني هل هذا الإنسان تولد في الليل ولا تولد في النهار؟ هل تولد في الصيف ولا تولد في الشتاء؟ وجاو عملوا النجم نقولوا احنا افتراض، وجاو معناتها حاولوا باش يفهموا ما يسمى الطبيعة البشرية. جاو مثلا قسموا، جاو شافوا ان الشمس فهمت موجودة في البرج الفلاني، الحمل مثلا ولا الثور، وجاو قسموا هذه الأبراج على حسب الطبيعة المادية، هي فهمت الناري والترابي والهوائي والمائي، فهمت يعني هذه ما يسمى بالأربع العناصر. طبعا هناك فما الأبراج الصينية
وفما راهو الابراج المصريه وفما حتى الابراج العربيه وفما حتى الابراج الهنود الحمر، ولكن الابراج المعروفه اكثر شيء هي الابراج العراقيه البابليه والابراج الصينيه اللي هما معناتها كل واحد يعتمد على حسابات معينه. اذا عندما نجيو نشوفوا هذه الابراج بصفه عامه نلقاوها تعتمد على معطيات ما يسمى بتاثير الماده عن الماده. معناتها نحاولوا باش نفهموا هذه المساله مهمه جدا. نحب نتكلم نقطتين على ما يسمى بالتنبؤ. التنبؤ هو راهو افتراض، يمكن يوقع يمكن لا. كيفاش يعتمد علم الابراج في مساله التنبؤ؟ مثلا يجي يدرس طبيعه انسان على حسب البرج نتاعو ويقول لك مثلا هذا البرج ناري، مثلا من الامثله هذا برج ناري. وقتها تجي تحطوا مثلا هذا البرج مع شخص اخر اللي هو مائي يقول لك هذوما ماهمش باش يتفاهموا. ويجي مثلا يقول لك هذا البرج عنده تاثير كوكب المريخ اللي هي كوكب جدا عنيف، فيجي يقول لك هذا الانسان متعرض للحوادث. كلنا متعرضين للحوادث، يعني كي تشوف الكلمات المستخدمة في علم الأبراج هي كلمات سحرية ما عندها حتى أساس من الصحة. يعني 50% توقع 50% ما توقعش. يعني وقت نجي أنا نقول مثلا أن البرج الفلاني متأثر بالكوكب الفلاني اللي هو كوكب العنف، ونجيو مثلا نحطوه مع برج واحد آخر ونجي، يعني هي عملية حسابية كلها اللي في بعض الأحيان تصدق في بعض الأحيان ما تصدقش. إذا التنبؤ بالغيب هذا في مسألة الأبراج هي احتمالات وافتراضات، وديما نعرفوا احنا الاحتمالات والافتراضات عندها 50% توقع 50% ما توقعش. مثلا نضرب لك مثال يمكن ذكرته قبل، هو إنسان موجود في الطابق من عمارة من 200 طابق مثلا. هذا الإنسان فهمت عنده تليفون في يده وقاعد يشوف من الفوق، يشوف من الفوق ويشوف في سيارتين جايين بسرعة 100 كيلومتر. فما شخص آخر موجود تحت العمارة ما هوش قاعد يشوف في السيارات هذا، يتصل به ويقول له راهو بعد 5 دقائق باش يوقع حادث كبير قدامك. علاش؟ هو عمل احتمالات وافتراضات، هذه تجري 100 كيلومتر في الساعة، هذه تجري 100 كيلومتر في الساعة، المسافة هي 5 دقائق، إذا هما جايين في نفس الاتجاه، إذا بعد 5 دقائق باش يوقع حادث. هنا اللي يقرأ ما يسمى بالمستقبل اعتمد على معطيات وعلى دراسات فهمت يعني احتمالية، ولكن ما قراش حساب عدة عوامل أخرى، أن أحد السيارات تتوقف، أن أحد السيارات تدور ما تكملش في نفس الاتجاه، أن حاجة توقع تغير المعطيات الكل. إذا هوني احتمال ما يسمى بالاصطدام هو مجرد عملية افتراضية لا أكثر ولا أقل. إذا عندما تقرأ البرج نتاع المستقبل ما يسمى بالفرنسية لوغوسكوب فهمت، يقول لك الأسبوع هذا أسبوعك سوف يكون، أنت مثلا من برج الحمل في هذا الأسبوع سوف تتعرف على معرفة معناتها جديدة، لو أنت غير متزوج سوف تتعرف على إنسان تزوج به. كيفاش يعملوا هما؟ كيفاش يمشيوا يعني يحسبوا حسابات؟ يجي يشوف اللي في الأسبوع هذا فما ما يسمى كوكب الزهرة اللي هو كوكب معروف، معناتها الكواكب كل واحدة عندها معنى. علاش احنا مثلا كوكب المريخ نسميه كوكب العنف؟ لأنه متوهج، متوهج وفيه كمية كبيرة من الحديد. فما حتى دراسات تقول لك اللي مثلا هذا الكوكب عندما يقرب للأرض يكثر العنف فهمت، ولكن هل ثبت ذلك؟ يمكن يكون معناتها شيء طبيعي. إنسان تجي تعيشه 20 سنة في دار لوح مش كيما إنسان تعيشه 20 سنة في دار حديد، مش كيما إنسان تعيشه 20 سنة في دار من زجاج. شيء طبيعي إنسان يلبس الذهب يكون أكثر رقة من إنسان يلبس الحديد، لأن هنا المادة تأثر على المادة، شيء طبيعي فهمت؟ وهذا التأثير يأثر في النفسية متاعنا ويأثر في العقلية متاعنا ويأثر في الطبيعة متاعنا. إنسان ديما متعود لابس الحديد حتى وقت تنحيله الحديد يبدأ نوعا ما متهور،
متهور، وانسان يلبس الذهب ولا يلبس حاجات رقيقه، فهمت؟ وقتها معناتها تخليه عادي تلقاه انسان رقيق. هذاك علاش النساء تلبس الذهب، فهمت؟ وعلاش مثلا في بعض الاديان كما حتى في الاسلام يجي يحرم، فهمت، على الراجل يلبس الذهب. هذه مساله لاحظها الانسان من قديم ودرسها، وتوا معناتها في الوقت الحاضر في الحقيقه علم ما يسمى علم الابراج، وفما حتى ايه وسوره في القران، فهمت، سوره الابراج، فهمت، والسماء ذات البروج واليوم الموعود، فهمت، يعني معروفه هذه السوره، يعني حتى القران والاديان تتكلم عن الابراج، يعني باش يوريك يعني اللي الابراج هي من التراث الانساني اللي الناس فكرت فيها ولاحظت ودونت وشافت مثلا ان الشمس كذا، القمر كذا. مثلا القمر، القمر يقول لك مثلا هو معناتها مرتبط بالاسره، وتجي البرج نتاعك معناتها فيه القمر قريب بمسافه كذا وكذا من البرج نتاعك، يعني انت انسان تستطيع ان تكون اسره. بينما القمر لو يجي معناتها يجي عكس البرج نتاعك وقت الولاده نتاعك، يعني انت انسان ما يمكنش ان تكون اسره. انا عملت دراسه معناتها طويله، ومعناتها العبارات المستعمله في علم الابراج هي انا معناتها اطلعت عليها بالفرنسيه، هذاك علاش اجد صعوبه في الحديث بالعربيه عن بعض العبارات، مثل مثلا لاسوندون. لاسوندون اللي هو ما يسمى البرج التصاعدي، هناك البرج بتاع المولد وهناك البرج التصاعدي، والبرج التصاعدي مرتبط بوقت الولاده، لان فما ما يسمى دورة القمر هي ساعتين تقريبا. إذا هما يجيو يعملوا معناتها البرج اللي أنت مولود فيه هو يمثل شنو باش تعمل في حياتك، والبرج التصاعدي هو الطبيعة نتاعك الداخلية، أو ما يسمى الموضوع الإنسان بحد ذاته، سواء كان إنسان أو غيره. معناتها الأبراج حتى يستعملوه في مسألة ما يسمى العمل، مع الزواج، في مع شكون هذا نحطوه مع هذا، يعني فما جانب من علم الأبراج اللي هو النجم نقول عنده نسبة قليلة من ما نقولش الصحة، وإنما من أمور طبيعية ماهيش أمور غيبية، هي مسألة الطبيعة كما قلت لكم تأثير المادة على المادة. هذاك علاش ما يسمى بعلم الأبراج ما يسمى قراءة المستقبل كما قلت لكم، هذاك نخليه على شيرة على خطر يدخل في مجال التكهنات، وتعرفوا انتوما اللي التكهنات تبقى ديما محدودة وغير علمية، وتعتبر ما يسمى افتراضات يمكن توقع يمكن لا، كما مثلا نجي نقولوا مثلا هذه الأمور يمكن معناتها نجم نعملوها بأمور حسابية، فهمت، انها السيارة هذه عندها مشكل يمكن انها تتعطل، لكن وقت نجيو ندرسوا علميا المشكلة اللي في السيارة نجم نوصلوا نسبة 99% هل هذه السيارة يمكن أن تتعطل في الطريق أم لا. بينما عندما ندرسوها على حسب معطيات فلكية، فهمت، النسبة تبقى 50%، و50% في العلم تعتبر مسألة نجم نقولوا قليلة جدا، لأن العلم دائما يحاول باش يوصل ما نقولش 100% وانما 90 99 95%. بينما هذه العلوم الغير ملموسه الغير معناتها ماديه هي علوم تبقى افتراضات وتكهنات ليس لها اي اساس من الصح، فهمت، العلميه يعني نقصد العلميه، ولكن تبقى ساعات تطمن، يعني بعض الناس تطمنهم وتحدث لهم ما يسمى اطمئنان نفسي، ولكن لا يمكن ان نعتمد عليها، مش على خاطر الهوروسكوب نتاعك قال لك هذه الاسبوع انت حزين، انت باش تعديه حزين على خاطر هو قال لك حزين، هنا يدخل تاثير نفسي. هذاك علاش نرجع ونقول ان ما يسمى قراءه المستقبل وغيرها من الامور في علم الابراج هي تكهنات وافتراضات ليس لها اي اساس من الصحه العلميه. نرجع للجانب الثاني من علم الأبراج وهو ما يسمى بعلم النفس. نعرف اللي احنا علم النفس ادخل معناتها علم الفلك في الدراسات نتاعو، يعني في الطبيعه، في دراسه الطبيعه نجيو نعملوا ما يسمى الخريطه الفلكيه نتاع الانسان، نجيو نشوفوا نلقاو مثلا هذا الانسان
ولد في هذا التاريخ، ولد في هذه الساعة اللي هي مثلا 8 متاع الليل، اللي هو تولد في المنطقة الفلانية من البلاد الفلانية، ونجيو نعملوا دراسة باش ندرسوا الطبيعة متاعو اللي تربى فيها واللي تولد فيها، ونجيو نقولوا هذا الإنسان مثلا تولد في جبل، ولا هذا الإنسان تولد في صحراء. أنا مثلا وتعملت دراسات ما يسمى بالخريطة الفلكية، لاحظت حاجة أن الإنسان على قد ما يكون بسيط، فهمت، بسيط في تفكيره وفي عقله، إنسان يعني غير مثقف غير واعي، فهمت، نسبة صحة اللي نقوله له نجم توصل، نجم نقوله احنا 70%. نجي مثلا ندرس واحد في دغاغر مثلا إفريقيا، ولا إنسان في دغاغر المنطقة الفلانية، ونجي مثلا نشوف الطبيعة نتاعو على حسب الأبراج، كان جاء عنده تاريخ صحيح. ولاحظت حاجة، أنا مرة عملت تجربة أني مبدل التاريخ، يعني التاريخ مثلا شخص يقول لي مولود كذا كذا، نعطيه برج آخر ونحاول ندرسه على حسب البرج الجديد، نلقى النسبة نفس الشيء، تقريبا نفس الشيء. علاش؟ على خاطر أنا مانيش نعتمد كان على هذيك المعطيات، فهمت، نعتمد زادة على الذكاء متاعي، فهمت، يعني أنا نفكر هذاك الشخص، نشوفه كيفاش يتصرف. يعني الشخص اللي يدرس الأبراج أو ما يسمى يقرأ الأبراج ماهوش إنسان معناتها كيما نقولوا احنا ما يفكرش، يغزر تصرفات الشخص، يشوفه كيفاش يتصرف كيفاش يتحرك، ما يسمى هذا زاد علم، هذا الكل يدخل في علم النفس. ولكن في نفس الوقت فما جانب من الصحة، فهمت، جانب من الصحة نجم نقول قليلة، إنه ما يسمى بتأثير المادة على المادة، فهمت، يعني نجي نشوف أنا إنسان كما قلت لكم عايش في البلاصة الفلانية في قرية صغيرة في مدينة صغيرة، فهمت، نجي نشوفه ونقاه مثلا برجه من عرش، أنا مثلا برجه الحمل، مثلا يقول لك برج الحمل مثلا يصلح معناتها للعمل، ولكن ليس لمده طويله، لان ما عندوش نفس طويل. هذاك علاش يقول لك وقت نجيو باش نقدوا شركه نعطيوها الحمل يقيمها، ثم نحيو الحمل ونعطيوها للثور يواصل، خاطر الثور عنده اكثر قدره على انه يعمل التوازن، لانه ارضي، بينما الحمل هو برج ناري وهو معناتها اكثر حماس لانطلاق المشروع، ولكن البرج الثور هو أكثر حماس، معناتها أكثر قوة لاستقرار الموضوع. نشوفوا مثلا الأبراج كما معناتها نقول لكم مقسمينها، هي كلها عملية حسابية، مثلا كما قلت لكم على حسب العنصر، فهمت، ناري هوائي ترابي مائي، ثم على حسب ما يسمى الكواكب، مثلا الزهرة، مثلا عطارد يسميوها كوكب الذكاء لأنها يعني قريبة للشمس وتعكس ما يسمى الذكاء، هما يقولوا هكاك يعني على حسب حساباتهم، فهمت، الزهرة مثلا هي الحب، القمر هي العائلة، فهمت، المريخ هي الحرب أو الصراع وغيرها من التسميات نجم تراجعوا فيها. أما قل لك ليس، لا يعتبر علم الأبراج من العلوم الصحيحة، لا يعتبر من العلوم الصحيحة، وأي واحد يقول لك من العلوم الصحيحة فهو إنسان، فهمت، نجم نقوله معناتها كاذب. فما جانب بسيط اللي هذا حبيت نتكلم فيه هو ما يسمى بعلم النفس. نعرفوا اللي احنا علم النفس يعتمد على التراث الإنساني والمعتقدات الإنسانية والطبيعة البشرية، وتعرفوا علم النفس هما جانب منه نجم نقوله احنا جانب كلامي، وفما جانب منه هو جانب دراسة ما يسمى تركيبة العقل الإنساني و تركيبة الوعي عند الإنسان ماديا. يعني هذاك علاش وقت تمشي الطبيب نفساني هناك أطباء معناتها غير باش تتكلم معاه باش يرجع لك الثقة في روحك، باش يعني يتكلم معك يعني عن طريق التناقل الكلامي. وفما أمراض نفسية تحتاج إلى أدوية، هناك بعض من الأدوية لكي مثلا تنقص لك اللي انت مثلا عصبي بطريقة غريبة، يعطيك أدوية بشي هديك، وإلا انت مثلا انسان مثلا عندك طبيعة معينة نفسية، مرض نفسي جسدي، انت جسدي، عندما نقول جسدي ليس يعني انك معاق، وإنما ذهني، يعني عندك خلل في النورون بتاع المخ بتاعك
وفي طريقة التفكير بتاعك، يحاول ساعات معناتها الطبيب يعطيك بعض الأدوية لكي مثلا يخلصك من بعض، مثلا أنت إنسان مثلا مرتبط ياسر مثلا بحاجة مدمن عليها. فما مثلا عندهم، فما أشخاص عندهم مشكلة في مسألة مثلا منظم ياسر، منظم يعني تنظيم ما تنجمش تتصور بالك بطريقة يولي مرضي. النظام أي حاجة تكثر منها تولي حالة مرضية. يجي هنا ما يسمى ب معناتها علم النفس، يجي يحاول عن طريق ما يسمى اللي يسميه علم الأبراج النفسي يدرس طبيعة الإنسان على حسب المكان الذي ولد فيه وعلى حسب الساعة الذي معناتها ولد فيها، لكي تكون نقطة انطلاق باش يفهم بصفة عامة الإطار نتاع هذا الإنسان علاش هو هكاكا، وانطلاق من هذيك الفكرة يحاول باش يعالج ذلك الإنسان ويحاول باش يخليه معناتها يرجع الثقة في نفسه. هذاك علاش أنا نقول لك معناتها الإنسان على قد ما يمنش بهذه الخرافات وعلى قد الإنسان يعني بعيد على هذه العلوم الغير حقيقية، فهمت يعني، وتنجي ندرس خريطة الأبراج متاعه نلقاه بعيد كل البعد، فهمت بعيد. وما ننساوش اللي في علم الأبراج ياسر نستعملوا مصطلحات غير دقيقة، فهمت يعني يقول لك سوف يقع لك مشكل. شنو هو المشكل؟ سوف تتعرف على شخص. شخص شنو؟ يعني فمش دقة، هو ككلام يعني الكهان، فهمت يعني. وفما راهو برامج موجوده معناتها ينجموا معناتها تحبوا تلعبوا بها تنزلوها، تحط لهم تاريخ الميلاد والمكان الولاده، وفما يزيدوا يعمقوا فيها ويقول لك الانسان راهو ماهوش برج واحد، يعني لازمه البرج والبرج التصاعدي ثم عكس البرج. مثلا انت مثلا اسد، ما لازمناش نقراو كان الاسد، لازم نقراو الاسد وندرسوا الاسد وندرسوا الدلو اللي هو عكس الاسد. ووقت نجيو مثلا ناخذ البرج الطالع، ناخذ البرج وعكس البرج، ثم ناخذ القمر وعكس القمر، وناخذ برج الولادة اللي هو الشمس مثلا موجودة في البرج الفلاني وعكسها يعني. ومن بعد ثم تدخل مسائل أخرى ما يسمى بالمنازل. المنازل فما 12 منزل، المنزل الأول هي البداية مثلا، يقول لك المنزل الثاني هي الثامن هو الموت، ويجي يقول لك مثلا لو المنزل الثامن موجود في العقرب يعني أنت سوف تموت غدرا، او موجود مثلا في الحمل سوف تموت بحادث، يعني كلها احتمالات. وقتها تموت ما تعرف حتى شيء، سينتهى كل شيء، ما عادش نجم تتاكد هل هذيك المعلومات صحيحه ولا. اذا هنا نوجه نصيحه لمن يقرا الابراج، اقراوها اللي يحب يقراها، هي حكايه فارغه، حكايه فارغه. يعني لازمك تتعلم تستعمل العقل متاعك وتستعمل العلوم الحديثة، مش انت وقت باش تجي تكون شركة ولا باش تعمل علاقة مع انسان، فهمت، لازمك تدرسها دراسة علمية مش تدرسها عن طريق الابراج، فهمت. انا نجي نعطي الشركة متاعي الحمل على خاطر الحمل قال لك الحمل ينجم يقيم شركة، لا، لازم وقت ندرس الشخص ندرس على حسب الشهادة متاعه على حسب التجارب متاعه، يعني هذه نسبة نجاح اكثر، فهمت. كان الاخرى تبقى 50%، فهمت، هذه توصل حتى 90%، ولا تجي تعمل علاقة يقول لك انا برج الحمل يعني ناري لازمني نمشي مع برج الجوزاء اللي هي هوائي وهكاك تشعلني، خاطر الهواء يشعل النار والنار يدفئ الهواء، وتكون علاقتنا حميمة ومتناسبة. لا، مش على هذا الاساس، وانما تغزر معطيات اخرى هي المستوى الفكري. أهم شيء في العلاقة هي المستوى الفكري. ما تنجم إنسان مثلا عنده مستوى من الوعي، ما نقولش أنا هنا الشهايد، ما عنده حتى دخل الشهايد، فهمت؟ إنسان عنده مستوى من الوعي، ياخذ واحدة أقل منه من الوعي ومستواها معناتها أقل، ولا معناتها امرأة عندها مستوى من الوعي وتاخذ واحد أقل منها من الوعي، العلاقة ماهيش باش تنجح، على خاطر ما همش باش يكونوا بنفس التفكير، ما همش باش يكونوا بنفس الوعي، ما همش باش يكونوا بنفس الطريقة في الإحساس، فهمت. مش مسألة
أنت أبراج هوني، هل هذا ناري، هذا هوائي، هذا ترابي، هذا غير؟ لا، ومش مسألة ساعات حتى يقول لك مثلا المستوى الاجتماعي، لا مش مسألة المستوى الاجتماعي، على خاطر الحاجة الوحيدة حسب الملاحظة بتاعي اللي يمكن أن تحسن علاقة مهما كانت، سواء مع صداقة أو حب أو حتى في العمل، هي مستوى الوعي. مستوى الوعي مش شايد، نجم واحد يكون عنده شايد دكتوراه، واحد ما عندوش حتى شهادة، ولكن الوعي متاعهم متقارب. عندما نقول الوعي هو الإدراك والفهم للحياة، خاطر نجم إنسان معناتها وصل للنتيجة عن طريق القراية متاعه، وفما إنسان وصل للنتيجة عن طريق التجربة متاعه في الحياة. هذه هي مسألة مهمة، يعني لازمك عندما تختار الطرف المقابل، سواء في الصداقة، سواء في الحب، سواء حتى في العمل، سواء حتى في المشاريع، لازمك ديما تغزر لمسألة الوعي، الوعي متاع الإنسان. ما تغزر ليش الأبراج، وما تغزر ليش حد شيء، فهمت؟ أغزر له الوعي في الدرجة الأولى، ثم أغزر التجربة اللي عنده في الحياة هذاك الشخص، ومعناتها والشهادة تأتي من بعد، فهمت؟ الشهادة تأتي معناتها مرحلة يعني تثبت هذاك الكلام، خاطر فما ناس عندهم شهادة وما عندهم حتى وعي، تلقاه طبيب وقاري وكل شيء، ولكن تلقاه يوم بخرافات ما عنده حتى أساس من الصحة. إذن هنا حبيت نقول اللي يؤمنوا بالأبراج، راهو اللي تقراوه في الابراج، شي تقلت البرج بتاعي، انا طبيعتي كذا، طبيعتي كذا، انا نرفوزي، انا نرفوزي، او امشي البس الخاتم الفلاني، على خاطر الخاتم الفلاني فيه حجره كريمه، الحجره الكريمه تنجم تمتص غضب الكوكب المريخ الذي هو يسبب النرفزه والحرب، وهكذا تولي انسان هادئ. صحيح فما بعض حاجات معناتها، فما بعض الأحجار الكريمة أو بعض أنواع من المعادن كما الذهب وكما الفضة وكما الزنك وكما غيرهم، عندما نلبسوهم يعني نحسوا براحة نفسية، خاطر تأثير الالتصاق هذيك كلها مثلا مادة مع مادة. أما يبقى عند الإنسان حاجة مهمة، هي الوعي والفكر. هذاك علاش نركز على المسألة هذه، وأنا من كل ما هي ما يسمى من وراء الطبيعات والطبيعة وهذه الأمور كل بالنسبة لي معناتها بحثت فيها ودرستها وآمنت بها في الأول، من بعد اكتشفت إنها ما تقدمنيش في الحياة متاعي. أنا وقت باش نضيع وقتي نقرأ برجي، فهمت؟ مش كان نمشي نقرأ معلومة علمية، ولا نشوف مثلا الأخبار، ولا نعمل حاجة تنفعني خير. علاش نقعد نضيع في وقتي نقرا في طبيعتي في الابراج الصينيه، ولا في الابراج العربيه، ولا في الابراج الهنديه، ولا في الابراج البابليه، ونضيع الوقت فارغ؟ فما ناس يشريوا الجريده على الابراج باش يشوفوا اسبوعه كيفاش. والمشكل ان اللي يقول له البرج يعمله، هذه هي المصيبه الزرقاء. إذا لو كان فما حاجة بسيطة جدا موجودة في علم الأبراج نجم نقوله مش صحيحة علميا، وإنما صحيحة نفسيا، هي ما يسمى تأثير المادة على المادة. ولازم معناتها تعرفوا اللي الإنسان هو اللي يحدد حياته، رغم اللي إنسان ساعات نجم عايش كما قلت لكم 20 سنة في الحديد، وتلقاه معناتها البدن نتاعو تعود على حديد، ولا نوعا ما كيما نقولوا بالتونسي مجوتر، فهمت؟ لكن هو كان جا واعي بالطبيعه نتاعو هذه، وعنده مستوى من الوعي، ينجم يرد روحه فينو، وينجم يرد روحه انسان مش عنيف. هذاك علاش الوعي والفكر والمعرفه هي الحاجه، اهم حاجه في الدنيا هذه في وجودنا، أهم حاجة هي المعرفة. والمشكلة متاعنا الشعوب متاعنا مع الأسف ما تقراش، وديما تفركس في الحاجات السهلة، ديما تفركس في الحاجات اللي معناتها ما تكلفها شيء. يعود يقرأ معناتها دراسات علمية متاع مفكرين، يقرأ لي في علم الأبراج، ولا علم فهمت التنبؤات، ولا
دراسة طبيعة فلان مع فلان، هذه كلها حكايات فارغة ليس لها أي أساس من الصحة، وضيعوا في أوقاتكم، ولازمكم تكونوا ناس، ومش راهو مش حتى احنا معناتها برك الشعوب نتاعنا، امشي شوف في أوروبا قديش يهتموا بهذه الأبراج، وبرج فلان وانت برجك شنو وانا برجي شنو، وحتى ما يدخلوها في مسألة ما يسمى العمل، العمل، ويربطوها مع انت فما حتى مختصين، مع انت فما اشخاص مع انت مختصين في هذيك المجال، باش يحط العامل الفلاني اللي هو من برج كذا يخدم مع العامل الفلاني، فهمت؟ يعني وقتها نؤمن بهذه الخرافات. المشكلة ان العلم، الفرق من بين معناتها العلم الحقيقي والعلم الكاذب، ان العلم الكاذب يجي ياخذ لك تفسير ويحاول انه يطبق ذلك التفسير اللي قاله له. يعني وقت نجي ندرس انا علم الابراج، نجي قال لي فلان الابراج قالت لي كذا كذا، انت انسان نرفوز، انت كذا 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 كذا، فهمت؟ وانا نجي نطبق هذاك الشيء اللي قالته لي، بينما العلم الصحيح لا، فهمت؟ ننطلق من نفسي ونحاول اني نثبت ذاتي كيما انا وكيما نحب انا، وكان نلقى اغلاط في طبيعتي نحاول نغيرها، حتى كان انا نرفوزي نحاول باش نفهم اسباب التنرفز، مش على خاطر كوكب المريخ قريب ليا وقت الولاده، ولا لان الفلان ضربني بعين، ولا فلان عمل لي كذا ولا عمل لي كذا. اذا المساله واضحه، نظن هذه الفيديو وصلت للاخر متاعها، وارجو انها تكون عجبتكم، ومع فيديو قادم، وبالسلامه.